بسم الله الرحمن الرحيم احبتي في الله لا يزال التمر هو الغذاء الاكثر فائده للانسان لا يزال العلماء يكتشفون حقائق وفوائد جديده في هذه الثمره المباركه ثمره النخيل او التمر دعونا نتامل ماذا كشف العلماء حديثا وكيف ان هذا التمر ليس فقط هو غذاء بل هو علاج ايضا لكثير من الامراض، دعونا نتامل. طبعا يقول الباحثون ان مزيج التمر والعسل والمصنوع كماده عجينيه يمكن ان يعالج الاسهال عند الاطفال ويعالج الزحار بشرط ان يعطى ثلاث مرات في اليوم. كذلك فإن التمر هو غذاء مناسب للمولود الجديد. سبحان الله، لأن السكر الموجود في التمر يعتبر من أفضل السكاكر امتصاصا وهضما، وسهل الهضم بالنسبة للكبار، وبالنسبة للأطفال، سبحان الله. طبعا هنا نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على التمر، ولذلك يؤكد علماء الغرب اليوم أن الصوم الفعال يجب أن يكون على الماء والمواد السكرية الطبيعية، وطبعاً من أفضل هذه السكريات هو التمر. هناك أبحاث أيها الأحبة أيضاً تؤكد أن التمر يعالج السرطان. يعالج أمراض الكبد، يعالج اضطرابات الهضم، تسوس الأسنان أيضاً، سبحان الله. مادة غذائية للرياضيين للإصابات الرياضية يعالجها لما فيه من تشكيلة كبيرة من المعادن والفيتامينات ومواد ويعني أشياء لم تكتشف بعد سبحان الله لذلك ننصح كل إنسان أن يحرص على تناول حبات من التمر ولا ننسى أن الله تعالى ذكر هذه التمور هذا النخيل في القرآن سبحان الله يقول عز وجل وجعلنا فيها جنات في الارض يعني وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون صدق الله العظيم